دونك نبداو على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاولوا انكم مثلا اللي عنده الصداع لي زيتيدون اللي عندهم الصداع ديزاكتيفيو الميكرو، والوقيته اللي بغيت اللي تبغيو تسولوا اكتيفيو الميكرو سولوني الا ما فهمتش شي حاجه. واخا اوكي مزيان. دابا غنبداو لو كور ديال لا بيولوجي دي زورغانيزم انيمو. دونك لو كور ديال لا بيولوجي دي زورغانيزم انيمو، باش كنهضروا على لي زورغانيزم كنهضروا على لي زيتر فيفون كاملين، كنهضروا على الكائنات الحيه. ان اورغانيزم هو واحد لونسومبل ديال لي زاباغاي ديال لي سيستيم، ولي لونسومبل ديال لي زاباراي ديال لي سيستيم هما شكون اللي داروها لنا؟ لي تيسي. ياك لي تيسي لونسومبل تيسي هو اللي كيعطينا واحد لونسومبل ديال واحد لي زورغان كيعطينا اعتذر لونسومبل ديال لي تيسي كيعطينا لي زاباراي ولي سيستيم، ولونسومبل ديال لي زاباراي ولي سيستيم كيعطيونا ان اورغانيزم. وهادشي كامل لي تيسي جاو اصلا من واحد لي سيلول، دونك لونسومبل ديال سيلول هما اللي داروا لنا واحد لي تيسي. قريتو في البارتي ان اللي هي لا بيولوجي دي زورغانيزم انيمو، ولكن لي زانفيرتيبري، لي زانفيرتيبري دونك لي زانفيرتيبري هما اللافقاريات كاع لومبرونشمون، لي زومبرونشمون اللي هما ما عندهمش العمود الفقري، لا فقري اللي هو انفيرتيبري. وكان هضرنا في لي بروتيس، شرحنا لي بروتوزوار، لي بروتيس شرحنا لي بروتوزوار، دونك الكائنات البدائيه او الكائنات الاوليه. لي بروتو هي بدائي او الاولي، يعني مازال ما تاقلمش، مازال ما دارش ليفوليسيون، ما تطورش بزاف عكس لي فيرتيبري. حيت دابا الدرس ديالنا هو لي فيرتيبري، لي لا بيولوجي دي فيرتيبري، لي زورغانيزم انيمو فيرتيبري اللي هما لي فيرتيبر. علاش قلنا لهم دي فيرتيبري؟ قلنا لهم دي فيرتيبري حيت جايين من لا من الفقريات، ياك جايين من لي فيرتيبر، داك العمود الفقري مكون من دي فيرتيبر. دوك لي فيرتيبر هما دوك دوك الفقرات اللي كيتكون منهم لو كولون فيرتيبرال اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري كيتكون من بزاف ديال لي زونيتي ديال لي فيرتيبر، دونك قلنا بيناه دي فيرتيبري، قلنا لهم دوك لي زانيمو سميناهم لي زانيمو فيرتيبري فيرتيبرال، دونك على حسب الكولون فيرتيبرال اللي كيكون عندهم. هذا هو الفرق ما بين الانفيرتيبري والفيرتيبري. الفرق الثاني اللي هو غادي قرينا في البارتي ديال لي زانفيرتيبري بينهم دي بروتوزوار. الور دابا غنقراو على لي فيرتيبري اللي هما دي ميتازوار. دي بروتوزوار اللي هما الكائنات الاوليه او البدائيه، كاينين ممكن ان سيلول وحده انها دير توت لي زاكتيفيتي ديال بحال اللي كيدير ان اورغانيزم حاليا، اورغانيزم فيرتيبري. هادو هما لي بروتوزوار. دونك الفرق سيلول وحده قادره انها دير لي زاكتيفيتي كامل، دير لا ريسبيراسيون لا ديجيستيون لا نوتريسيون لا فوتوسينتيز انطلاقا من سيلول وحده. مثلا الى دوك لي فوتوسينتيز غنهضروا على لي فيتوزوار، او لا عفوا لي ميتازوار، لي بروتوفيت. بروتوفيت مثلا حيت كيديروا كيديروا لا فوتوسينتيز، او لي سيانوباكتيري كيديروا الفوتوسينتيز. هما دي باكتيري ميكروسكوبيك كيديروا لا فوتوسينتيز. دونك غادي نهضروا على واحد الكائن مكون من خليه وحده كيدير جميع لي زاكتيفيتي اللي يمكن يديرها كائن ميتازوار اللي هو اورغانيزم ميتازوار. بالنسبه لي بروتوزوار هو مكون من سيلول وحده كونستيتي دان سول سيلول، وميتازوار كونستيتي دو بليزيور سيلول. دونك هنا كاين الفرق. علاش؟ حيت كاينه ليفوليسيون. هنا اوحي لكم على انكم تمشيو تراجعوا شويه وتقراوا شويه على ليفوليسيون داروينيان، الكتاب ديال داروين ديال نظريه التطور، حيت هادشي اللي كتقراو دابا كتقراو لا كلاسيفيكاسيون، ومن بعد غتوليو تقراو لا سيستيماتيك
ديال هاد الكلاسيفيكاسيون. بمعنى الكلاسيفيكاسيون هي كنرتبوا الكائنات الحيه في كل مثلا شعبه ديالها، في كل العائلات، عائلات ديال الفقاريات، عائلات الفقاريات، عائلات ديال الحشرات، ديال دوك لي سبونجير، لي بلاتيلمانت، لي كنيدير، لي ايكينوديرم اكسيتير. دونك كتقراو ليفولوسيون. هنا ليفولوسيون هي ان من بروتوزوير غادي تبع ليفولوسيون وغادي يولي لنا واحد لورغانيزم ميتازوير. واخا حتى لحد هنا مزيان، ان لورغانيزم ولا ميتازوير ما بقاش بروتوزوير، يعني طور راسو على لا في، على بحال كنقول صراع من اجل البقاء، لادابتاسيون، لادابتاسيون دو لا في، على لادابتاسيون ديال الميليو اللي كيكون عايش فيه، ديال داك الوسط او لانفيرونمون، بالنسبه لا تمبيراتور، لوغمونطاسيون ديال التمبيراتور ولا لا ديمينيسيون ديال لا تمبيراتور، او لا لوغمونطاسيون ديال البي اش، البي اش اسيد، البي اش بازيك، نوتر، لا سالينيتي، الثلج، هذا بزاف ديال الامور اللي خلات لورغانيزم، اللي خلات الكائن الحي انه يقلب على دي استراتيجي، ديال دي استراتيجي باش انه يبقى حي. واخا دونك باش انه يبقى حي خاصو ضروري يتكيف، كنقولوا التكيف مع الجو، تكيف من اجل انه يبقى حي، او التاقلم اللي هي اللي كنقولوا لها لادابتاسيون، هي لادابتاسيون. هذا الكائن الاحادي الخليه اللي هو بروتوزوير دار لادابتاسيون لافي ديال الوسط اللي كاين عايش فيه. مثلا كان عايش في واحد الوسط اللي هو معتدل، وقعت شي ضغوطات، الضغط، لا بريسيون مثلا، وقع واحد الاحتباس الحراري وهذا، وارتفعت درجه الحراره. فاش كترتفع درجه الحراره، هذاك الكائن الحي، داك الاورغانيزم اللي عايش تما، ضروري خاصو يقلب على واحد لا استراتيجي باش انه يبقى عايش. ما يمكنش، حيت ما هو ما مولفش داك لا تمبيراتور. بما انه غادي يقلب على واحد لا استراتيجي، كاينين وحدين من معاه، نيت من نفس لافامي، غادي يموتوا، وكاينين وحدين غادي يديروا لا ريزيستونس اللي هي المقاومه، هي اللي راه داخله في لادابتاسيون، غادي يدير لا ريزيستونس، غادي يقاوم. دونك ما غيبقاش احادي الخليه باش انه يعيش، غادي يولي لنا يدير لنا بليزيور سيلول، حيت داك الظرف اللي طاح فيه ماشي ديال انه يبقى حي على شكل سيلول وحده. دونك هادي دابا كنهضروا على ليفوليسيون ديال لي زير لي زيتر فيفون. خليونا دابا الدين ابار، دابا نتفاهموا في ليفوليسيون ديال لي زانيمو، الدين خليه ابار ياك. غادي نكملوا ليفوليسيون ديال ان بروتوزوير، ديال ان خليه وحده غادي تعطينا بزاف ديال الخلايا، وغادي يحاولوا دوك الخلايا يتجمعوا بيناتهم ويوليو ما غيبقاوش دوك الخلايا انديفيرونسي، بمعنى انهم كيديروا غير لا ديفيزيون، غيوليو خلايا ديفيرونسي. ديفيرونسي سا فو دير ان داك لي اورغانيزم غادي يولي عنده واحد لو رول، داك لورغانيزم غادي يدير دوك واحد الخلايا اللي كيكونوا، دوك الخلايا اللي كيكونوا غيولي عندهم دي رول سبيسياليزي، دي رول سبيسيفيك. مثلا نشرحوا في لي زيتر هيومان اللي هما حنا، ان عندنا دي سيلول اللي كيصوبوا لي دون. دونك ما يمكنش لي سيلول اللي كيصوبوا لي دون تلقاهم عندك في الودن او لا تلقاهم في جبهتك. كل سيلول كتكون مختصه في واحد العمل ديالها، كتشدير واحد العمل ديالها. من هنا غادي نبقاو نشوفوا لي سيلول كيوليو ديفيرونسي، الميتازوير لي سيلول ديالهم ديفيرونسي، عندهم ان رول. مثلا شرحنا دابا في لي زيتر هيومان، مثلا عندنا واحد لا سيلول، واحد لي سيلول غادي يمشيو يصوبوا لي فيسو سونغان، لي سيلول غيصوبوا لي فيسو سونغان، لي سيلول غيصوبوا لو كور، لي سيلول غيصوبوا مثلا لا فوا، غيصوبوا نا لها، غيصوبوا لي شوفو، لي سيلول غيصوبوا لي شوفو، لي سيلول غيصوبوا لي زوغاي. كل سيلول كتمشي دير دي سيلول غيصوبوا مثلا للانف،
كل سيلول كدير دور. هاد لي سيلول كنسميهم دي سيلول ديفيرونسي. سيلول ديفيرونسي. ياك دابا فهمنا شنو هو الفرق ما بين البروتوزوير والميتازوير وكيفاش البروتوزوير ولا الميتازوير. ياك هادي مفهومه. دابا غادي ندوزو نقراو لي ميتازوير شنو هما لي كاركتير جينيرو اولا لي كاركتير اللي كيميزوهم شنو هما الحوايج اللي كيميزو هاد لي زانيمو هاد لي زيترو فيفون هاد لي زورغانيزم هاد الكائنات الحيه كيفاش غادي يوليو اولا كيفاش شنو هما الحوايج اللي كيميزوهم باش غير نشوفهم اولا نقرا عليهم نعرف بان اللي كنهضر على الميتازوير كنهضر على لي زورغانيزم انيمو فيرتيبري. هادشي خاصكم تكونوا فاهمين. الا عندكم شي سؤال في هادشي هذا دي كيسيون واضح اسام واضح مفهوم مفهوم برافو دونك كاينه شي كونفرساسيون برافو نكملوا البروتوزوير والميتازوير فهمناهم دابا غادي ندخلوا للكور ديال لي فيرتيبري اللي هو هذا هو الكور اللي عندكم اللي هو الفيلون ديال لي كوردي الفيلون ديال لي كوردي هو اللي كيغروبي كيدير فيه واحد الجروب معنا واحد لو جروب عفاك اللي عنده هذا الصداع هذا يدفع الميكرو حتى يكون بغى يسول عادي يطلق شكرا ميرسي لو فيلون ديال لي كوردي كيجمع لنا واحد لي جروب يجمع لنا الميتال يجمع لنا لي زاكرانيان اللي هما لي سيفالوبود يعني اللي ما عندهمش جمجمه سيفالوبود او لا لي اخانيان ديك ا كتعني الصوم ما عندوش او لا لي كوردي لي اورو كوردي سيل فو بلي Désactiver les micros pendant l'explication et activez-le dans votre question. Merci. On a le filon qui est le cordel qui est regroupé ou qui sont branchements. Les on a les céphalocordés, les aérocordés ou les vertèbres. Les céphalocordés, on a les embranchements, les mandomes, le jumjuma. Le jumjuma a dit mandomes. دونك عندهم كاين لا تيت ولكن ما فيهش العظم كاينين ايرو كوردي اولا لي تونيزيان وكاينين لي فيرتيبري اللي هما دي كرانيان يعني عنده الراس كاين وعنده ديك الجمجمه ديالو الكران هي الجمجمه دونك هذا هو لو فيلوم كوردي تقال كوردي علاش بعدا عطانا هاد لو تيرم ديال الكوردي عطينا هاد لو تيرم عاولا عفوا عطاوه لو تيرم انا كنقرا التيرم ديال الكوردي حيت فيه واحد لاكورد كتكون فيهم واحد لاكورد هذيك لاكورد هي الفاصل ما بين لي ان لي زانفيرتيبري و لي فيرتيبري دونك ما يمكنش يكون واحد الكائن حي ان فيرتيبري اللي هو لا فقاري هي غادي دير له ليفوليسيون غادي يولي فقاري غادي يولي فيرتيبري وما كانش واحد لانترميديير بيناتهم دونك لانترميديير بيناتهم هو هي هاد لاكورد هاد لاكورد هادي اللي كتشوفو هنا هي تنولي نقراوها سيل فو بلي ديزاكتيفي لو ميكرو قلنا لي الكوردي هما اللي كيتميزو بلاكورد ياك عافاك ندير سؤال واش لاكورد هي زعما هي اول باش غادي نبداو نعرفوا بان هذا فيرتيبري وهذا ماشي ان فيرتيبري وي يعني اول ايفولوسيون اكزاكتومون اول ايفولوسيون اللي عند البروتوزوير باش انهم ماشي عند البروتوزوير عند اخر ميتازوير عند الميتازوير اخر بروتو بروميير ميتازوير البروميير ميتازوير اللي غيولي فيرتيبري يعني انتم مشيتوا بالايفولوسيون مشينا بالايفولوسيون شنو درنا قرينا على لي بروتيست بروتيست من بعد البروتيست شلنا لي سبونجير اللي هما الاسفنجيات من بعد مشينا شلنا لي كرينير لي كنيدير هما القنادل البحر
ياك ولينا شنو شنا لقينا لي بلاتيلمنت اللي هما دوك لا فامي ديال الدود ياك الدوديات ولينا قرينا لي زانيليد اللي هما دوك بحال ليكزامبل ديال داك لانيليد ديال العلق كيسوس لو سون ديال العلق ولينا قرينا لي زارتروبود اللي هما الحشرات ياك لي زارتروبود مفصليات ارجل الحشرات هما لي زانسكت لي زارتروبود هما مفصليات ارجل وقرينا لي ايكينوديرم لي ايكينوديرم هما شوكيات ليكزامبل ديال شنو هو ليكزامبل لورسان قريتو لورسان في لومبريولوجي دونك هذا هو ليكزامبل دابا هادو اخر وحدين هاد اللي ذكرت دابا هما الديميتازوير هما ديميتازوير ولكن انفيرتيبري دابا غندوزو ديميتازوير ولكن فيرتيبري فهمتوا دابا كيفاش غادي الامور كيفاش غادي ليفوليسيون كيفاش غادي الكلاسيفيكاسيون واش فهمتوا فهمنا اخويا شكرا اوكي نكمل